هذا يا ولدي اللي كنت أقول لك قبل البرنامج اللي لما قلت لي هذا كتاب متخصص الأول، أول متخصص ودقيق، أما هذا فينبغي على كل طالب علم مطالعته، لأنه على اسمه مدخل، من أراد مدخل يضبط له مسألة القراءة التاريخية أو الكتابة التاريخية فعليه بهذا الكتاب. هذا كتاب أشبه ما يكون بمقرر لطلاب المعاهد والمراهد والجامعات وشيء من ذلك. سمى صاحبه المدخل إلى علم التاريخ لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي وفقه الله، وجعل كتابه، وهذا ذكر معاناة، لكن هو ذكر جعل كتابه إلى 4 فصول، فصوله 4 كلها تتعلق بمفهوم التاريخ والكتابات التاريخية أنواعها وأهداف التاريخ وأهداف دراسته وماذا يراد منه وعلاقة التاريخ بالعلوم الأخرى وشيء من ذلك، ثم المؤرخ نفسه الكاتب ماذا ينبغي عليه، ثم ذكر العصور التاريخية باختصار شديد حتى تلم بها الماما شاملا هذه العصور التاريخية، ورتبها ورتب حتى ذكر، طبعا هو رتب التاريخ حتى من القديم ترى إلى المعاصر ترتيبا بحيث أنه يسهل عليك النظر، أهم الكتابات التاريخية، المدارس التي التاريخية باختصار، ضوابط كتابة التاريخ عند المسلمين، وأتى لك بنماذج يعني من ضوابط حقه، ثم حتى جاب نماذج من اتجاهات المحاديثة العصرانية والعلمانية وشيء من ذلك، ثم آخر شيء جعل فصلا خاصا بالحضارة الغربية وما آلت إليه في العصور المتأخرة كيف ذلك، ثم احتفاء المسلم بحضارته وشيء من ذلك، وهو المستقبل الإسلام، والكتاب حافل مع أنه والكتاب لطيف، الكتاب لطيف جدا، ولأنه لبس طبعته قديمة، الكتاب من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله، لكن هذا اللي هو ليصلح أن يقرأه حتى المثقفون وغيره مما أراد يطلع على كمدخل على اسمه على مسألة القراءة في علم التاريخ وشيء من ذلك.